السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألف تحية وتقدير متابعين قناة عبد الجبار. ربي إن شاء الله يجزيكم ويحفظكم خوتي. دائما في التأني سلامة والعجل لنا دمع. فيديوهات هذه نهديهم الخوتي لم يتبعوا فيها من الشمال للجنوب أو من الشرق للغرب، خاصة خوتي اللي راهم في الهجرة. ربي إن شاء الله يروحوا بخير وعافية إن شاء الله، وإن شاء الله يزوروا الجزائر في هذا الصيف هذا إن شاء الله يا ربي. مرحبا بكم خوتي في كل وقت إن شاء الله يا ربي. شوف الله يبارك، واحد المناظر طبيعية ما شاء الله. ربي إن شاء الله يحفظنا ربي العالمين بلادنا من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب إن شاء الله يا ربي العالمين. شوفوا يعني سبحان الله العظيم، البارح بارك وانا في عنابة ومن بعد رحت الوهران للبارح، شوف الله العظيم رحت الوهران ومن بعد الجزائر العاصمة وجيت على تيزويز وانا راح البجاية. ربي إن شاء الله يقدرنا ربي العالمين ونجيب لكم جديد ويحفظنا ربي العالمين البلاد هذه إن شاء الله يا ربي. سيعدوا رواحكم، وخاصة الناس يعني اللي راهي تمشي طريق المنعرجات، يعني لازم يتمشى بعقله على قد ما يقدر باش يتمتع بالرحلة اللي راها شدها هو وليداته والله وحده ولا خدام ولا المهم كل وحده. شوف الله يبارك، هذه الناس تعشي العشية هنا يا ما شاء الله، هنا يا طريق خلوية الله يبارك ما شاء الله، بس صعيبة تحوس على الإنسان يتمشى بعقله ويتمتع فيها الطريق هذه. شوف الله يبارك، هنا من البجاية ما زلت لنا 41 كيلو والله القصر، القصر استغفر الله العظيم، وبجاية 65 كيلو هذا الكار. هنا راهم يخدموا في الطابي خوتي، نحكي لكم على الطابي هذه جديدة. نوصي خوتي الطابي جديدة، روح الطابي جديدة، لازم الإنسان يحذر روحه. علاش؟ عالية ومازال نقولوا ما خدموش ليكوت متاحة. وكان مثلا هنايا الطابي راهي جديدة، كون مثلا نغلط ولا نهبط الكاميرا الروضه الاولى، وخاصه اني نحكي لكم على المشارجي، ما تقدرش ترجعها. هم يخدموا فيها ان شاء الله التريقل ان شاء الله يا ربي، ما تقدرش ترجع المركبه تاعك، وخاصه السياره تكون بلاصه كيما هذه راه تقريب متر هنا تقلب ديريكت. شوف هادي جا هبطوا فيها ان شاء الله واد، يعني طريق صعيبه، لازمك تساعد روحك على قد ما تقدر. الطريق راهي ما ترحم حتى واحد، إن شاء الله يكملوها كيمنوها حتى لتيزي وزو. والله هدرت هذا وين عليها في واحد الفيديو، هاي تريقلت هذه القنطرة، هذه كانت رايحة فيها خلاص والحمد لله رب خدموها. الله يبارك ما شاء الله، إن شاء الله يزيدوا يخدموا ليكواتمو هذه الحاشية وتريقل كامل جنة الله يبارك. حتى وراي طابي هنا يعني قادر نمشي، بس صح الانسان ما واعرة الطريق واعرة ياسر، ما ترحمكش تغرق تبلك طابي جديدة ومن هنايا ومن بعد تلحق المنعرج تفقد السيطرة على الشاحنة. انا قادر نمشي، بس صح الانسان يا خوتي يندم غير في الاخر. هذه بلاصة هنايا ما شاء الله، جنة القناطر هذو كامل خلوهم رايبينها. مهم خدمة الطريق، يبارك ما شاء الله. هذا البلاصة كالم، شوفوا الجسر هذاك الطريق منين مشيت انا،
شاء الله. هذا رانا في يعني في فصل الصيف، كون جيت يعني في الربيع الله يبارك تشوفوا الحالة كيف راهي. ما جيت نطلع لهنا مع الشوك، حبيت نشارك خاوتي الله يبارك. يا رب العمل عليك. بسم الله يا ربنا. بسم الله بسم الله. شوفوا الناس وراي ساكنة لتحت. هذه هنايا في وقت الصيف شوفوا الله يبارك، يعني كنت عود في الربيع كيفاش، وهذاك الجبل اللي راه انفاس ليكم هذاك العام اللي فات تحرك كامل شوفوا الله يبارك، هو الاخضر الله يبارك ما شاء الله. ربي ان شاء الله يحفظنا بلادنا، عاونونا باللايك بالجرس وبالكلمة الطيبة ودعاوي الخير نتاعكم، ساعدوا رواحكم في الطريق خوتي على قد ما تقدروا، باش يعني تروحوا بعيد. إنسان الذي يتمشى بالعقل في التأني سلامة والعجلة ندامة، السياقة فن وأخلاق وتربية، حسن السياقة من حسن الأخلاق. ربي إن شاء الله يحفظكم خاوتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.